الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تنظم هذه الورشة هذه اللي يعني النقاش حول موضوع أساسي ألا وهو النجاعة الطاقية بالنسبة للحمامات المغربية بشكل عام، بخصوص أننا كنعرفوا بأن يعني كان تقريبا أكثر من 12 ألف حمام على المستوى الوطني، وبالتالي هذا القطاع هذا المهم على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي إلى آخره، ولكن في نفس الوقت عنده واحد التأثير بيئي اللي كيطلب منا أننا يعني نخوض التفكير والبحث على أساس إيجاد السبل الأساسية باش يمكن لنا نحسنوا النجاعة الطاقية ديال هذا القطاع هذا. وهذا يعني الحوار بين جميع الفرقاء بما فيهم المهنيين وجميع القطاعات الحكومية والغير الحكومية يعني غيمكننا بالأساس أن نوضع تصور موحد ومتكامل لفعلا الاشتغال في هذا المجال هذا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.